خلف هذا الدمار جرح نازف يلخص بعض المأساة. من بقي حيا بعدما دكت طائرات النظام السوري هذه البيوت في ريف إدلب نزح إلى المدارس والبيوت القريبة، لكن رحلة الوصول إلى الملاجئ لم تكن يسيرة الدرب. تلك الرحلة اقتضت مكوث الهاربين من الموت بين أشجار الزيتون في العراء، غير أن تساقط الأمطار الغزير اضطرهم للوصول إلى هنا. نحن كنا 15 ضيعة هلق متهجرة من تحت القصف، الطيران الميج قصفونا بالأسلحة العنقودية، واضطر العالم أنه تنزح لتحت السجر والمطر، فاضطرينا نلتجئ للمدارس. لقمة الخبز ما عم نشبعها، بيوتك لا تتهدمت، عم نبرك تحت الزيتون، الدنيا شتوي هيك، ليك البلتكور لابس بلتكور، تيابنا مشقشقين، باركين المدارس. المنازل التي احتضنت النازحين لا تكون في اغلب الاحيان مجهزه بادنى مقومات الحياه، بيد انها الخيار الوحيد لمن فقد البيت الذي ياويه، وربما اجبرت اكثر من عائله للاحتشاد في منزل واحد. 33 واحد نحن بنبر غرفه، ظلموا نسوان وبنات وشباب، مخ بعضهم بعضهم كل اسم ديري. هذا يعني خرب سوريا، دمرها، شردنا، قتل اطفالنا، شرد نسائنا، اغتصبوا نسائنا، يعني بنناشد العالم الاسلامي يوقف هذا المجرم عند حده. الاطفال وهم الخاسر الاكبر نتيجه هذه المعاناه يجدون بعض الوقت للترفيه عن انفسهم والتعبير عن ارائهم. الشعب يريد اسقاط النظام. نزحوا من بيوتهم نتيجه القصف، فكانت هذه المدارس مأواهم، غير أنها لا تذود عنهم برودة الطقس ولا تدفع المرض عن أبنائهم، فأصبحوا كالمستجير من الرمضاء بالنار. زيدان زنجلو، ريف إدلب، العربية.